مستطيل الأسود. تختار يا مركز. مركزي قلب الدفاع، ماذا جاء في هذا المركز؟ ما هي قصة المصور الكويتي الذي تسبب بحرمانك وتدخل بها اللاعب حسين بابا؟ سأتذكر في مسقط أعتقد بطولة الخليج. صراحة تكلم علينا كلام عليكم كلاعبين؟ لا كبلد؟ لا على البلد العراق. أي والله رديته؟ أكيد هو أنا رديته وانحرمت ما شو انحرمت. واني عتبي كان بديش الفترة أنا اعتزلت كرة القدم، اعتزلت من المنتخب بعد ما حرموني، اعتزلت من المنتخب دوليا، وبعدها أنا رجعت مع المنتخب. بعد بوقتها عتبت على الاتحاد العراقي لأن ما تدخلوا، كان موقف خجول. اي كان موقف خجول وياي وما ساندوني الصراحة، واني يعني ما طالب شيء هو مو استحقاقي، لذلك اتكلم على بلدي، فلذلك انا رديته وصارت المشكلة ودخل بي حسين بابا وحرمت بعته وغادرت البطولة. طيب